ابراهيم النجاشي. ابراهيم النجاشي تعال الحين اختصر الوقت وخلك معي هنا على المسرح. يلا سام. ابراهيم النجاشي، ابراهيم يعجز التعبير، ابراهيم يعجز التعبير عنه. ترك الكثير والكثير في قلوبنا، حبه للخير، ابتسامته، سعة صدره ركز لي عليها يا وليد. حتى وإن كان صامتا يترك أثر، فالنسيم يترك رونقا في أنفسنا برغم مروره بهدوء. وكان جده إبراهيم رحمة الله عليه يثني عليه بطيبة أخلاقه وحبه للكل. الكل له كان معطاء للخير وتلاوته وخشوعه، هذا أكبر أثر ترك في مسامعنا وقلوبنا. أدامك الله لنا يا صاحب الأثر الطيب. تحية لإبراهيم النجاشي. تفضل. تدري ان اسمه ابراهيم عبد الله، ابراهيم عبد الله، ابراهيم عبد الله، بعدين الاخ ابراهيم عبد الله. نعم ما شاء الله تبارك الرحمن. نعم ونعم. اختر لون وابصر. ابراهيم عبد الله، ابراهيم عبد الله. تقريبا الا ايه والله صدق. بس افتح صابك اما قريب، واذا جاء ان شاء الله ولد بيسميه عبد الله. عبد الله ابراهيم عبد الله. بس يا سلام عليك. تحية لإبراهيم النجاشي يا شباب، وأباظة عطني اللي بعده منهم. أولاً في البداية أشكر أبو فراج على هالمبادرة الطيبة، ودائماً يتحفنا مثل المبادرات الرائعة. الشيء الثاني لا تنسون جدي إبراهيم من الدعاء له، توفي قبل 7 أشهر تقريباً و8 أشهر. الله يرحمه يا رب. فلا تنسونه من الدعاء. جدك إبراهيم. اللهم آمين. تحياتنا لأبوك عبد الله. يا حبيبي. المتسابق اللي بعده وزميلنا هو عمر بن هذال. تحية لعمر بن هذال.